شكرا خديجة على الاستضافة الكريمة، وشكرا لموقع أجورا على استقبالهم لنا في هذا الحوار. ما يخص الانتخابات الجزئية، هي الانتخابات جاءت بعد قرار المحكمة الدستورية القاضي بعزل النائب البرلماني عبد الرحيم مسلم عن التجمع الوطني الأحرار بعد أن ضبط في قضايا ديال الشيكات بدون رصيد، وحكم عليه ابتدائيا واستئنافيا بالحكم وزكاه النقد بحكم موقوف التنفيذ. اليوم تعاد الانتخابات لشغل هذا المقعد الشاغر، تتبارى فيه 4 أحزاب. اليوم كما يعرف الجميع وان الانتخابات الجزئيه انتخابات كتكون على ذات اهميه اقل وعلى ذات صيت اقل من الانتخابات العامه، لكن نسعى كحزب ذات اليسار الديمقراطي الى التواصل مع المواطنين من خلال الحملات اللي انطلقت منذ 30 غشت، يعني منذ اليوم الاول للحمله، التواصل مع المواطنين ونشرحوا لهم شنو هي الانتخابات الجزئيه، ونشرحوا لهم البرنامج الانتخابي، ونشرحوا لهم كذلك من يكون مرشح ديال فئة اليسار الديمقراطي.